سيدو قلبو قلبو دمكم مبرو مبرو كرم دمكم سيدو قلبو قلبو دمكم مبرو مبرو كرم دمكم فتفل بيتجلس كتكون سالم نحس كنت شفتي جليبي يا ويلي يا ويلي شايف مقاييس كان شوف مفكويس بين شلو ايق الطريب يا ويلي يا ويلي شكولي حاس هذا جليبي وهذه اخبار اخباره 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 قفسات من حياة جليبيب قبل البعثة بعشر سنوات في مكان بعيد في صحراء العرب. عندك أويلي عندك ما تخافيش حبيبة. لا 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 دوز اللور بحال ديما اللور اللور نبقاو حنا ديما اللور ياك انت اللي كتقول لي ديما ديرو في الخنز وما تعلموش العكز وطلع لي الخنز في كرك ما تنتمتعو نفرح الحنش لوه الاناكوندا عافاك ما ترديهاش في وجهي والمزغوب عدي بالسفنج يجيب الله كيكه اما تخافيش غادي نجيبو برا ولا ينيه بيه لهذا بوسو قيسو خلي بلاصه العريس انا هو العريس انت العريس واش ما كتحشمش على عرادك واش انت عايش عيشت خانة في المكانة ما هزت قلاوي كتهزني انا علاش كتخسر الهضرة دابا علاش انا تنخسر غير الهضرة انت داك باغي تخسرني نخسرك ما تقفل خليني ندخلو غير شوية سير بوبلي ولا غير ويس غير ويس من الفوق عافاك لا 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 انت بنتي ليا ماشي هو هذاك اليوم بعد مني وتريحي ماكش على مالك هاد البكرة اصلا غير احتقار للمرأة وسحبك عايشين في القرن السادس ولا ورا السابع هذا العقلية تبدلات أباركة من الفلسفة الخاوية كلكم بحال بحال منين كتبغيو تزهاو وتتلقاو التخريجات نهار المعقول والعدول خاصكم اللي بقى بميكتها شوفي يا فاتحة إلا خسرتك نجي نخطبك وعد مني وقت ليك لا واش كتسمع من كرمتك عافك فتوح تراني كنعاني عشراني كاملين دقوا الحلوة وأنا مازال زارعو في السوة شوفوا ولد الناس بغيتي تقضي الغرض ها هو تتقلب على جوا منجل سرتح والله حتى حشومه عليك بالله نسيتي شحال درت فيك من بليزير وراه تقبا تقبا صد عينيك بحال عبد الله وتخيل اللي بغيتي وصافي دوري نري 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 اش دير اوالو غير داخل من الجنب ويلي راك زالق بقاي 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 تزحلق ذكر العشيق للفتحة الثانية هلاري بعد شهرين على هذه الفادعة جاءت العشيقة عند عشيقها مالك يا حبيبي اش الغضبة حملتينا ولد القحبة كي درتي لي المصيبة وليش مصيبة دابا تسيفتي عليا خسرتيني الله يخسرك دنيا وآخرة ما تخافيش امون امور غيكبر في عزنا حنا راه غارقين في الدل منين يجي العز ناري ويعرفني الوالد غيدبحني واش حنا عسكر ولا زمر انت الزمر مزمر كان بغيك فاتحة ندخل الحبس على ودك غنسترك حبي انت ما لقي باش تستر مصاصتك باغي تسترني انا ملك كتحتقرني ديما وغديريني يالله غي سهل مصعب انا تقتبيك وغدرتي بيا وانا غير مراوليه حملتيني وسمحتي فيا ربي كبير اللي بقى ليا انا تقتبيك وغدرتي بيا وانا غير مراوليه حملتيني وسمحتي فيا ربي كبير هو اللي بقى ليا انا كان عندي الاسبوار علاش يا حبيبه نقطعوا الياس نتزوجوا ونعمروا الدار
نسترك ونحيد الباس. انا كان عندي لي صفار انا شغزالي قطعوا لي ياس، زوج بيك ونعمرو الدار نسترك ونحد الباس. في صباح اليوم التالي جاء العشيق إلى منزل العشيقة. وشكون؟ فتاح خالتي. شكون فتاح؟ اللي فتاح 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 والدوار لحونا. ما عرفتكش يا ولدي، اشنو بغيتي؟ يجي طالب راغب داير نية والله غالب. اش صاير تقول يا ولدي؟ طالب بنتكم خالتي. فتيحة؟ ايه يا خالتي فتيحة. دخل ولدي. مرحبا ولدي، فين والديك؟ انا يتيم يا خالتي مقطوع من شجرة. وفتيحة. نعم امي. اجي سيري بالزربه للتسويق عيطي لباك قولي ليه جاو الخطاب. شكون جا؟ فتاح. اويلي علاش فتاح؟ كتعرفيها بنتي؟ لا غير كيبان لي مجمع مع صحاب الكراس ملي كندي الماكله للوالد. ايوا يلا بنتي خطوه رياضيه عيطي لباك. بلاش با امي بلاش. بلاش باك؟ واش حماقيتي يا بنتي؟ راه داك فتاح ما فحالوش وخفت باي يتعصب عليه. باش عرفتي ما فحالوش؟ نهار كامل كيخيط في الزناقي بحال الكلب المجراب. منين يجيو الفلوس؟ سيري بنتي عيطي لباك الله يهديك. واش بغيتي تضحك علينا الناس؟ يقولوا جاهم الخطاب وما قالش معاهم راجل الدار. ذهبت العشيقة على مضض في طلب أبيها، فوجدته جالسا يتسامر مع تجار المدينة. أمدراغ ديك السلعة العرق فين وصلت؟ مازال أود أحمد السوق مازال شاعلة. كل شي غالي ما بقيناش نعرفو من ناكلو. يا ودي بنادم عزيز عليه الشكا والبكا، إلا غلاو ما تيشا ما تشريهاش. يا اصلا داكشي اللي مغليين كامل خايب الصحه. بقاو ناكلو غير التمر ولا راه طبنا؟ والتمر براسو دار القرون. اجيو عندي نعطيكم الجنانات ديالي، كيبقى داكشي عندي حتى كيخسر. الله يكثر خيرك. خاصنا شي حل، ما يمكنش نبقاو هكا. يا اما نعيشو كلنا بخير يا اما كلشي تقود عليه. كدق عليا ولا؟ حاشا ود احمد، انت راك كريم ود الكرامه. كنهضر على دوك الشفاره اللي واكلنا ومازال ما بغاوش يشبعوا. با وابا. نعم بنتي. قالت لك امي اجي للدار. علاش شني واقع؟ والو غير اجي. ايوا قول شني كاين. قول الخطاب. شنو الخطاب؟ يا ودي قد هدرتك. والخطاب با الخطاب. مبروك ود احمد. مبروك السيد الحاج. الله يبارك فيكم. هذا عبد الله مول الذهب، يلا هدر معايا البارح على ولده. الحق ما قلت شي غيجي اليوم. لا با لا. والله يكمل بخير. الله يعمر هدر هذاك السيد ولد الاصل. شنو قلتي يا بنتي؟ والو والو والو. ذهب الاب مع ابنته الى بيتهما، وبقيت هذه الاخيره صامته طوال الطريق. أفين سي عبد الله؟ عبد الله؟ جاو يخطبوا فتيحة. لا سيد الحاج، فتح لي جا من دوار لحونة. لا حمام لا تحونة. شنو؟ وشكون هذا؟ شكون هذا؟ أنا خالي، أنا فتح. منين خرجتي أنت؟ منين خرجتي؟ من طبون أم. ناري 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 ناري. من طبون أمي. يا ودي علاش دخلتوا هاد الميكرو من الدار ديالي؟ علاش؟ جاي طالب راغبة خالي. واش كتسطع عليا ولا شني؟ واش بغيت تحفر القبر ديالك بيدك ولا؟ اعطيه فرصة يا الحاج. اعطاني فرصة خالي. واخا هي الاولى نعطيوها فرصة، علاش لا؟ جلس ولدي جلس جلس. العزة عشيري. العزة خالي. شكون باباك ولدي شكون؟ ما عنديش يا خالي. دفعوا عليا الجواد وكبرت من دار لدار حتى وقفت على رجلي. مزيان مزيان تبارك الله. ايوا وشحال في عمرك؟ 21 ونص. وفاش خدام؟ تنبريكولي. فاش كتبريكولي انت؟ فريلانس.
هايدك يعني قول لي غير مشو مروسه في ماشي كل نهار ورزقه. اجي النهار اللي ما غيكونش فيه الرزق شني غتوكل بنتي انا الخراب؟ شني غتوكلها؟ ونبيع كلوتي ونوكلها خالي. كون جمعتي علينا غير ديك القلوه ديالك كون حنايا دابا هانيين مع راسنا. اويلي يا سيد الحاج دير الصواب مع ولد الناس. يا ودي فين شفتي شي ناس؟ هذا راه ولد الزنقه هذا. وصافي ما تعيقش زبي. ايوا سمعي على ودنك سمعي. تمل الزم البوتي تهز عليا في يدك ورانا اللي دير فيك بليزير وجاي نستر بنتك. ناري غنتاحر. هربت العشيقة إلى غرفتها وأغلقت الباب. تسترها؟ كيفاش تسترها؟ كتبان لك فضيحة ولا فاتحة؟ ما توصلش دفرين درجلة يا المسخ يا المفلس يا الكلب دالخلا. وارجو الله عندك الحق ما وصلتش للضفار ولكن وصلت للوالدة. عودها عودها. غضب الأب غضبا شديدا فحمل المعول وضرب به العشيق حتى تطاير دمه على جدران المنزل. يا ربي دير لينا شي تاوي ديال الخير يا ربي. امين امي. هرب الاب الى مكان مجهول وبقيت الام مع ابنتها وحيدتان. شوفي يا بنتي ما نعاودش نوصيك ما تخرجيش من الدار لا يشوفوك شي ملاوط ونولي خرانا ما يجمعوش راوط. ما تخافيش امي تسترجم ما تنقربش ليه. هاكا نبغيك يا بنتي ما بقى قد ما فات غير تحطي الويل اللي في كرشك ويفكها مولانا. ما تقوليش عليه ويلا امي. ويل كحل هذاك قتل روح ويتمنى الله يتبعو البلا ولد زنا. وا امي راه ولدي على من كتهضري. اسمعي عندك تربي عليه الكبده. ودني منك نهار تبرزيه اللوحو كيف اتفقنا. واخا امي اني موصيه المقابله ومخلصاها غير صبري يا بنتي غادي تبراي وتولي مزيانه وتزوجي وتشبعي ولاد. بعد اشهر من هذا الحوار جاء المخاض وراء ابنها النور. بسم الله الرحمن الرحيم. امالك جن هذا جن. اويلي على جن اويلي منو ضرب الطم واش ميت؟ اشوفي حل عين ومخرجها فينا. يا لطيف يا لطيف شوفي حجره قداش داكشي. يا ناري سحب لي رجليه. ما عمري شفت شي تربيه بحالو. يا ربي رحمتك. الله يصبركم هذا ما نقول. ها انا مشيت سرنا بيرنا ياك. الله يا ودي يلا خليتكم على خير. عطيني نردعو امي. تردعيه؟ هاد المسخ هو اللي يردعك. فين ديك الجلابه القديمه؟ علاش نلويه فيها ونديه؟ يمكن انت يظلم الحال. بنتي هذا ماشي بنادم هذا الا خلينا غادي ياكلنا. اخذت الام الرضيع ووضعته في جلباب قديم وذهبت به الى مزبله القبيله. اوكي هاد الليلة غادي تبات خربشات الله ولات قبسة طيار جات كلشي غيدير لي زيات سيمون كيقرا قام الصلاة والصحابة مع الحريات جوليبي بيدو تحردات هادو راه غير قبسات هادو راه غير قبسات خربشات الله ولات جوليبي بيدو تحردات.